السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار شكرا لكم اليوم مقطع جديد. إيش مقطع اليوم؟ رياكشن صراحة لقيت مقطع اسمه مقاطع غثيثة أو مقاطع مغثة بنشوفه ونعطي عليه رياكشن صراحة. ودي أشوف كذا مقاطع غثيثة وأغثكم وأنقذ حتى أنا صراحة. فلا تنسوا لايك واشتراك وزر تعرف صندوق تابعوني عليه كم تابعوني على سناب بعد وليتس جو نبدأ المقطع. تكون هسة تجيني وحدة وتقول لي باو عليك أنا حاطة عيني عليك لا ترتبط. والله ما أرتبط. الله يخذ اللي حاطة عيني عليك صراحة. يقول أنت الوحيد اللي أمك ما قالت لك ميت فين تتفنن وأنا معي صراحة. دموع بدموع يوقع بالعشق سالفته مفضوحة يوقف علم ياوي باو على روحة. أنا جميل يقعب على روحة ما هنجب بيسولف زين انقثي. والله هذه ما قثيت. قول ليش يا بنية السريع بس خلينا نتكلم لكم على فريق لتصميم يصممون اي لوجو تبيه انت اللي هي شركة لولبي او فريق لولبي. يا شباب ايش اقول لكم على الابداع؟ تعطيكم صورة الحين في الميزات اللي عندهم والاعلان اللي ناشرينه. شباب يعدل لك اي شيء تبيه يعدل لك. تبي الالوان انت اختارها، صورة انت اختارها، اسم اي شيء يخطر ببالك يقدرون يسوونه. طبعا ما شاء الله عليهم فريق لولبي. طبعا تخيلوا انه يسوي لك ميزات اوكي وش لوجو ب20 ريال. تخيلوا عليهم عندهم عرض هو كان 100 ريال صار ب20 ريال. حلو تلقون ارقام وحسابات موجوده على صندوق الوصف. شباب لا احكي لكم عن النفسيه على الخدمات شيء لا يعقل. اذا ما اخذت من عندهم ان شاء الله يعضك كلب. روح يا شيخ ان شاء الله يعضك كلب. خلونا نكمل المقطع. يقولون انه الشامه عاصمه كل جسد، إذا كنت جريئة اكتبين أين تقع عاصمتك؟ لا تنزلين شبيك كتبي يلا. وجه السؤال هذا لأمك ولأختك، وين عاصمتك؟ الله ياخذك. هذول أكثر ناس تنرفزني اللي تجي سيلة خايسة وحتك نغمة من ورا بالله كلج يا الله ياخذك ان شاء الله. طبعا على اساس كان كيرلي صار خيرلي بعدين رتبت وصار سيك. دقيقه لا تقلبين الفيديو. ليش مقوره حبيبتي عافتي واللي بن حرام وراح دور وحده رخيصه خاب التلف واحده من الناس بالقران شايفه شكلك لو لا انت الله خلقت على المود بس الضحكين الضحك يا بعد قلبي اروح بدو لها الضحكه زين اوكي تمام كبله ترى يجوز هسه واحد يريد يعترف لك بحبه كل شيء يصير بالحياة زين لو لا فلا تضوجين والله واللي تنتن قمر بالقرآن خاب ضحكنا اروح بدول هالضحكة يا بعد قلبه ضحكنا اوكي لو لا تروح دولك ان شاء الله. اول شيء ثاني شيء ترق مرة مقص ايش فيني وضع حالي شلون يرقص ما تستحون على حالكم. حلو شفتوا المقطع هذا يعني في القناة ما تستحون على حالكم. الله انكم تنرفزون. هذا ولد الله يلعن ابوك يا عيال ولد لعنك الله يا عيال والمصحف انه قهرني قسما بالله فكرته بنت كنت بسكب. يقول كيف عرفت مالك دخل اوكي يعيبون عليك صايرة حلوة ومربربة وغصبا عليك تنزل مثل الوردة تشمها عوف الطويلة قاعدة يم امها ما حد بحالها. شوف القصيرة حلوة اوكي والطويلة بشع شكل بس هذا يعني المنطق بس في كثير طوال حلوات وفي كثير قصار كثير مرة قصار زق قاعد اقصد اللي هي البوي. اما في كثير بنات قصار ترى ما هن حلوات يعني. شوف النقطة الثانية انسوها بس انه يعني ترى في كثير طوال حلوات اوكي بس امتى يصير الموضوع ها مو بزين لما تكون طويلة تاخذ قصير يا ما الموقف يعني كذا ما تتخيله ليش ما تدري صراحة وما انصح اي وحدة طويلة تاخذ واحد قصير قسما بالله انت تعيبين لما تأذنين تستغفر الله. اجيتكم جماعة باباتي تعالوا وين بنيتي ها باباتي اكلتي بعد قلب الحمد لله يا حياتي بنيتي جاي تمطر مني تتبلل وياك راح اعوفها والله وجيت نفسها واج بنيتي ضارش ما يبديش وانت شايله هالجمال وهي القارد احلى منها بس هذا عقل الجهال ايه هي تقول لها باباتي وهو يقول لها بنيتي خبرتني هالبنيه فهموني منين جتي وين ابوك
بعد تقول لي يا باباتي باباتي انا يعني كلش مريضه وصوتك يشافيني باش لو شرب ما لقى حي رحمال مش فاهميني. الرابع عجبني صراحه مره عجبني وبطل اوكي بس انه حركات خرا حركاتك تنرفز فعلا فعلا مقثين. يعني هاي العيون ما تشوف غيري ابد مالتي بس ما تحكي ويا غيري مستحيل ما يجي يوم وهذا الحب يقل ابد اموتك تراها خليه يشوفك بدون فلتر خليه يشوفك بدون فلتر حتى انا ما يضل بيا. انا اسالك سؤال جواب اذا ما تتزوج وراي لا حبيبي ان شاء الله يوم قبل يومك لا حبيبي يومي قبل يومك لا حبيبي يوم قبل يومك لا حبيبي يومي قبل يومك لا والله يوم قبل يومك هذا حافظ لا حبيبتي يومي قبل يومك سلام والله ما زال نقيت تجار ان شاء الله لك ما بعد شوف الباب اني دق اروح شوف الباب منو انا عزرائيل يوم صار الصدق حسين لك صار الصدق هو شكو شنو صار صدق لك عزرائيل بالباب شنو اطلعي اطلعي انا ما اطلع طلعي لي انا ما اطلع لي تطلع لي صدقوني مخهم اطلق والله العظيم مخهم احسن انطيني امك اوكي راح انطيك امي يما هاي وحده متابعه تريد تحكي الحاجب يا عيال شوف الحاجب انا اوكي بس هو عند شوف الحاجب هذا انا اشيله احطه هنا اوكي هو يصير عنده حاجب واحد يوجي والله مره كبير احرقين احيانا بيعتكم شطحات الكاميرا تهز الطاوله تهز والله عجبني صراحة المقطع سؤال لو انا زوجك لا اسامح الله كلش قد تولي لاهلك خلنا نشوف تبقى بالبيت ما تدور اهلها لا سمح الله اكثر اثنين ما اشتريهم بنعال الولد اللي يتباهى بجماله والبنية اللي تدور حلوين وتجي على قياسه خلي يلبسها سبحان الله اجيني على قياسه دا اقول لك منين اجيب لك هذا المبلغ انا بني وقاعد بالبيت منين اجيب لك ما عندي هاي مشكلتي شو تقولي منين ادبر ودي اعرف شو بعتت له صوره هذا اول شيء ثاني شيء ستالين احسن صراحه لا تغير بيا انت مو لمناه ثلاث ايام يعد بك ان شاء الله محمد وعلي تنشر الصور من انا حبيتك وثقيت بيك تنشر صوري ليش انت ما عدت تزوجني اني اخذت له وحده تدز صورها للشباب ايش بيه فقيل ايش بيه روح عن روحي معاه حق وصدق صدق معاه حق يعني ايش تقول لك طبعا غني احد صراحه ولا عشق البنت عمي واضحك على الغريبة ولا عشق البنت عمي ولا واضحك على الغريبة طبعا مو الكل شوفوا مو الكل اوكي مو الكل اللي ممكن ما يثق وممكن يفضحك من هسه تجيني وحدة وتقول لي باوع عليك انا حاطة عيني عليك لا ترتبط والله ما ارتبط اللي ورا طلع اللي داخل في جني متى بتحجون علي يقول لك الحكيه والمو حكيه انت ونعالي ونعالي ومش رخيص هم عندي غالي هاي صحيحه علي الحركه الاخيره وش هي نعالي ومش رخيص هم عندي غالي هاي صحيحه علي تحول الحي شوفوا وهذا الخاضع مالتي دلوعي يربط لك خيطاني فتيته هذا الاول شيء ثاني بنات اوكي انه الثاني ذاك مو فرجان القصة مو قصة انه برجال عشان اربط الشوز حقها القصة مو برجال عشان اربط الشوز حقها انت رجال ما تربط الشوز حق مرتك اوكي مرتك ما هي عاجزة مرتك تقدر اوكي ما هي ملك وانت الخادم عندها حلو شوز مرتك ما هي الربط بعدين شلون ليش تلبس الشوز اصلا لو ربطة في شوزات طبية ما لها اي ربطة بعدين قسما بالله الحركة هذه انا لو صايرة فيني ان شاء الله مو ان شاء انا اكيد ما راح اسويها بعون الله بس انا صايرة فيني والله ما ينعنى عين عين
ابوها. طبعا المقطع ده انا شايفه. المحبة والغلا وهو يسوى الخلايق كلها. شباب قسم بالله شعره تقلد سوني شعره. استغفر الله العظيم. انت مين؟ مو جيمين مين؟ بعدين انزل شو ما شاء الله عليك انك ضب اخر شيء جيمين وجينك غاق. الحين البنات ما صارت تابع دي. اعطيني شيبس بس شيبس هاي واحده شيبس بس شيبس هاي واحده ما بشبيش ما اريد تامي ما اريد بس اقلها شيبس هاي واحده هاي شبيها ما اريد تامي ما اريد تامي يا كمية يا لا تطاق صراحة قرف. قاضى التيك توك وقاضى البرامج و24 ساعة تتهززين قدام زد بعدك شنت ما حد يحاسبك ما حد يطبط بعدن شوية ثقلن حتى ذا ما حد يحاسبك شوية ثقلن انتي وقعدك مديش حسن شارب ومن خشمه مدري ليه عراقيات بعد ما نريد نتزوج ولا روسيات نريد ان وحدة سعودية تقول لنا تبي عصير تبي جايمر. استغفر الله العظيم السعودية ما تقول تبي جايمر هذه اللي يقولونها البحرين بس ما يقولون كذا يقولون تبي بحر لا شيء بس مو يقولون تبي جايمر ما ادري تبي ما ادري شنو تبي عصير السعودية ما يقولون هذا اول شيء صدقني انت ما تبي السعودية الا عشان جنسية وتشيل بوجهك كنت كاملة تكفل شقت ما ولسوف يعطيك ربك فترضى وربي اعطاني اياكي وما بدي من الدنيا شي غيرك يا عمري انت كل الحب يا مالك احساسي ساكن جوا دقيقة المقطع هذا كم نازل صار لي اسبوعين يا صار اسبوعين هذا 2016 اخر واحد نزله قبل ما ينزل تيك توك كان على الميوزك لي استنى شوي شوف علي باوع لك كل الجلد اتكلم وياك انا يوم عصبة كلش كلش الصراحة باوع اذا مرة راح شفتك نزل مقاطع على تيك توك مالتك وانت الكثير من كلزك يا عيال وات از ذس يا عيال وات از ذيس استغفر الله العظيم والله ما ثبت علينا انا الدين بس والله ما نبي الا ذي بس هذا اللي نبيه وإلى هنا نكون وصلنا نهاية الحلقة إن شاء الله لايك واشتراك وسبت موجود تاب صندوق وسط تابعوني عليها كامل وتابعوني أسناب بعد وصلوا على النبي سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم ومع السلامة.